مساء الخير، معكم رافائيل جبور من باك ستيج ستار اكاديمي ببرايم 7. نستضيف ايهاب الامير. ايهاب، شو احساسك قبل ما تطلع على البرايم 7 وكيف تحضيراتك؟ شو حتغني اليوم؟ محمس كثير، اغنيه طربيه وان شاء الله نطلعوا نعجبوا الناس، واغنيه ام كلثوم ودارت الايام، وحافظين ومهيئين مزيان وان شاء الله يكون خير. وتحيه للمغاربه، توحشكم بزاف وان شاء الله نعجبكم هاد النار، وان شاء الله توب وان شاء الله ان شاء الله يا رب. نسيم، شو احساسك انك وصلت للبرايم 7؟ كيف تحضيراتك وشو بتحب تقول للفانس تبعك ولكل ناطرينك يحضروك الليله؟ فرحان ياسر اني وصلت للبرايم 7، وان شاء الله نكمل اكثر، ونحب نقول للفانس مرسي على الدعم ومرسي المتواصل ديما، خاطر يبعثوا حاجات. وباش نغني اليوم دارت الايام مع عباس للمرة الثالثة وإيهاب للمرة الثانية، وان شاء الله ربي يستر. عادة عباس بس توقف حده بتغلط، شو احساسك؟ شو بتحب تقول له لعباس؟ نحس علي عباس، بس ان شاء الله اليوم تزبط. يلا يا رب. روح لعند عباس. عباس، كيف تحضيراتك لبرايم 7؟ وشو احساسك انك وصلت للبرايم 7؟ وشو حابب تقول للفانز؟ وشو ناطرنا اليوم؟ شو ما نسمع من عباس؟ اكيد مبسوط ان انا وصلت لنص البرنامج، و... ويا رب كده نكمل للفاينل. وبحب اقول للفانز طبعا خليكم معانا، محتاجينكم الفتره الجايه كتير تبقوا معانا يعني. والنهارده يا رب البرنامج يطلع بشكل كويس زي كل مره، وبغني ميدلي الطرب انا وايهاب ونسيم. يا رب يطلع بشكل كويس ويعجب الناس. نسيم عاده وقفتك حده بتخوفك؟ لا، هي دايما الوقفه مع نسيم دايما بتخوفه مني، عشان كده كل مباراه بينشز، بس عادي يعني احنا ممكن نعديها له. يا رب النهارده ما يخافش مني زياده عن اللزوم وينشز، وان شاء الله يعني يطلع بشكل كويس. حق الرد انه مش يخاف، لكن هو نحس عليه، ايش نعمل له؟ نحس، مش 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 مساله خوف. ولا لعلي الفيصل من السعوديه، شو بتحب تقول علي للفانس تبعك ولجمهورك؟ وشو محضرنا اليوم بالبرايم 7؟ وشو احساسك انك وصلت للبرايم 7؟ والشيء الحمد لله هو شعور كثير حلو انك انت وصلت تقريبا على نص البرنامج، وهذا شرف لي. واقول لك كل الجمهور اليوم ان شاء الله اني اكون عند حسن ظنكم، والاغنيه اللي بغنيها اليوم اول مره اغني خليجي كامل، وان شاء الله بتوفق فيها، وانتظروني ان شاء الله في البرايم. شو بتحب تقول لرافائيل اللي معك بالاكاديمي؟ رافائيل بحب قديه؟ قد جمهورك. اوف، تصريح خطير. من شو احساسك انك وصلت للبرايم 7؟ شو محضرنا اليوم؟ طبلوع حلو اكيد مثل دايما. وشو بتحب تقول لجمهورك؟ اولا انا بيوجعني كثير طبعا. اليوم محضر طبلو جديد، يعني غير كثير جديد غير عن اللي فاتوا، مثل ما قال لي هذه شغله بعيد عن برونو. ايه، وان شاء الله يا رب نبقى في التوب من وراء هالبريستاسيون. يعني بتشوف حالك كمان توب 1 هالجمعه؟ في ناس بيستحقوا اكيد هالجمعه ياخذوا توب 1. مثل مين؟ مثل رافائيل. ما سمعت؟ مثل ايهاب. كمان ما سمعت؟ ايهاب. ايهاب مثل ما إيهاب. غير رايك لي يا اخوي الزين. لكن ايهاب الامير بتشوفوه توب 1 لهالجمعه. ميرسي مروان. شو بتحب تقول لجمهورك؟ شو احساسك انك وصلت للبرايم 7؟ وشو محضرنا الليله؟ اكيد اليوم البرفورمنس مع النجم جوزيف عطيه. كيف تحضيراتك؟ حماسك قدام جمهورك؟ شو حابب تقول لهم واحساسك؟ اول شيء بونسوار رافائيل، شريكي وحبيبي على المسرح، وحبيبي بالاكاديمي، حبيبي وين ما كان. انا صراحه مبسوط اني وصلت للبرايم 7، وإذا الله راد الآتي أعظم، يعني مثل ما الله بريد. اليوم راح غني مع النجم جوزيف عطية، هي مسؤولية كتير كبيرة، مثل ما بقول عادة يعني إنه فنان كتير كبير. حكون أكيد متوتر لأنه بدي أقدم أفضل ما عندي لبين بأحسن صورة، ومثل ما الله بريد على مسرح شو بصير. أنت معوضنا يا مروان ببرفورمانس كتير حلوة، وأنت قدها وقدود،
وسألتنا فيك كبير. بما انك انت لفيت على كل اصحابك وسألتهم شعورهم ايه، فانا من رأيي يعني ان انا برضو كنت لازم اقول لك شعورك ايه النهاردة وانت وصلت البرايم السابع، وان انت النهاردة تغني مع النجم جوزيف عطية، والاول مرة انت بتغني مع نجم في من اول ما بدأ السيزون، فشعورك ايه النهاردة؟ صراحة كتير محمس وحاسس انه حيكون شيء كتير حلو، ان شاء الله ما اتحمس زيادة واغلط. ان شاء الله كله بيكون برايم حلو، واكيد لي الشرف اني اغني مع جوزيف، وجوزيف كان مع النجم جوزيف عطيه، كان الاشخاص اللي يعني بتمنى انه اغني حدهم وتحقق الحلم فضل ستار اكاديمي. انتظروا شيء كثير قوي الليله ان شاء الله باذن الله.